والخوارج كفروا الصحابة وقالوا لعلي: لماذا تحكم الرجال؟ لما حصلت موقعة صفين بين علي ومعاوية وأهل الشام، وفي الأول انتصر جيش علي على أهل الشام فاحتالوا ورفعوا المصاحف، يقولون نتحاكم إلى القرآن، رفعوا أهل الشام رفعوا المصاحف على الرماح يقولون نتحاكم إلى القرآن. فقال علي رضي الله عنه: هذه خدعة، هذه خدعة. لكن الجيش الذين معه قالوا: لا، ما يمكن نقاتلهم وهم يرفعون المصاحف، ما يمكن نقاتلهم إلا نتحاكم حنا وياهم إلى القرآن. فلما شكل الحكمان وحكموا قالوا لعلي: أنت كافر لأنك حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. هم بالأول هم الذين أرغموا عليا على قبول التحكيم، وفي النهاية كفروه بذلك وقالوا: أنت حكمت الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. هؤلاء هم الخوارج.